يعني ممكن ينفذ فعلتها في اي مكان. ولكن في المسرح مثلا يعني؟ مو في المسرح ممكن، انا لان انا شخص مو مراقب، اتنقل بحريه تامه في اي مكان، فممكن كان يختار اي مكان اخر احسن من هالمكان، لان هذا مكان عام. وانا قبل لا اوصل المسرح الشارع عام، فيجيني الرصاص. ما ادري، انا يوم سمعت الانفجار ما اعتقدت اني انا، بعد ما طاح الزجاج بحضني وشفت الزجاج من الناحيه الثانيه ايضا متطاير، حسيت ان الدش فعلا رصاص دخل علي صوب، يعني ناوي قتلي يعني، وشخص قناص مو شخص عادي، ناوي يعني يبي راسي. فبيني وبين الرصاصه يمكن سنتين ثلاثة موجب تقريرهم. فين حدث هذا ومتى؟ كم هذا حدث؟ كان يوم الخميس الساعة 8:10 وأنا متجه إلى المسرح، والحمد لله اللي سلمنا منها. كانت يعني، ويمكن يشاهدني الآن اللي عمل هالعملة، يعني هل اللي بقول له، هل هذا الشيء يرضيه؟ هل إذا كان عبد الحسين عبد الرضا راح يعني معناها الكويت انتهت؟ طيب الكويت بخير، او الحركة المسرحية او الحركة الفنية انتهت؟ الحركة الفنية مو عبد الحسين بروحه، في مجموعة من الشباب والان مستمرين وعطاءاتهم اكثر من عبد الحسين عبد الرضا. يعني متحرضوا ابو عدنان على الاخرين ولا ايش؟ لا اعوذ بالله، لا اعوذ بالله. يعني انا اقول ما هي شنو النتيجة المرجوة من فعلته؟ خلي يبعث لي مكتوب يقول لي شيء ممكن انا اتقبلها منه. اوخر، ممكن اوخر، لا تقول كذي، ممكن ما اقول وما اعلم السلطات، حاضر، لكن لدرجه قتل ثقيله الحقيقه. هذه اللي ماني مقتنع